بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة خليني أبدأ مع حضراتكم الأول ونقول البقاء والدوام لله في وفاة جنودنا الأبطال الحقيقة اللي دايما بيحرسونا وبيحرسوا بلدنا من في على الحدود المصرية. الحقيقة زي ما حضراتكم عرفتوا النهاردة كان في أحد الكمائن في سيناء حصل فيه تفجيرات وحاجة من هذا القبيل، و بقاء الدوام لله للشعب المصري بالكامل لوفاة جنودنا الأبطال اللي دايما هيفضلوا ذكرى جميلة في قلوبنا، وهيفضلوا دايما هم اللي حاميننا وهم اللي واقفين معانا وهم دايما اللي هيفضلوا في ظهرنا على طول. بقاء الدوام لله في وفاة جنودنا الأبطال والبواسل، ده أولا. ثانيا زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو نادي الوطنية، النادي الأهلي دائما ما يدعم الاستقرار. شفنا الفوضى قبل كده كتير، شفنا الفوضى خلال السنوات السابقة، خلال سنوات سابقة شفنا فوضى، شفنا إيه اللي حصل لما كانت الدنيا فوضى، ودائما النادي الأهلي ما يساند الاستقرار في مصر، الاستقرار الاستقرار الاستقرار. وزي ما حضراتكم شايفين الدنيا ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا، النادي الأهلي دائما ما يساند الاستقرار في كل حاجة، كل الأمور، خصوصا لما حاجة تمس مصر. النادي الأهلي في كل حاجة تمس مصر هو دايما نادي الوطنية، النادي اللي دايما بتلاقيه موجود في مثل هذه المواقف. جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي، كل الأجهزة الفنية وكل المسؤولين دائما ما بيساندوا الاستقرار. خلال الفترة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم شفنا فوضى في من 2011، شفنا حاجات كتيرة جدا حصلت لغاية دلوقتي، ولكن البلد ماشية في طريقها. النادي الأهلي دائما ما يساند البلد في كل أمور الاستقرار، وعايزين البلد تمشي، خلوا البلد تمشي يا جماعة، سيبوا البلد تمشي، لأن عندنا فترة صعبة جدا جدا جدا، وكل المسؤولين الحقيقة بتبذل أقصى جهدها، أقصى جهد علشان بلدنا الغالية العظيمة دايما تفضل غالية وكبيرة، وتفضل مصر دايما أم الدنيا. خليني بقى أروح لموضوع آخر وهو النادي الأهلي. النادي الأهلي ده